ولنقاش الملف اليمني وإعدام ميليشيا الحوثي لتسعة مدنيين بينهم طفل وإمكانية التدخل الأممي لوقف عملية الإعدام في اليمن، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس مركز ين يمن صالح الجبري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. كيف يمكن القضاء في صنعاء أن يقضي بإعدام تسعة مدنيين بينهم طفل في صنعاء؟ شكرا جزيلا. هذه جريمة إنسانية بشعة هزت كل مشاعر أبناء اليمن، مواطنين ومنظمات محلية وعربية ودولية. تنديد لم يسبق له تنديد لمثل هذه الجريمة البشعة، وهو ليس غريب على ميليشيات الحوثي الإيرانية أن تنفذ هذا الإعدام. والأخطر من ذلك، هي تريد أن ترسل رسالة بأن كل من يخالف توجه ميليشيات الحوثي فإن حكمه الإعدام تحت مسميات وأعذار مختلفة. هذه الجماعة التي انقلبت على شرعية، انقلبت على دولة، فجرت المساجد، فجرت الجامعات، فجرت القرآن الكريم، حرمت المواطنين، قتلت النساء والأطفال، ليس بغريب عليها أن ترتكب مثل هذه الجريمة البشعة. لكن الأخطر في هذه الجريمة أنها كانت علانية أمام العالم، والكل يصور ويتباهى بقتل هؤلاء التسعة وهم من مدينة تهامة. وتهامة ليعلم المشاهد العربي أنها مدينة السلام، يعني أهلها يعني يعرفون بأنهم طيبين. قال عنهم صلى الله عليه وسلم: هم أرق قلوبا وألين أفئدة، وهم ليس لهم أي عذر بهذه القضية الكاذبة. هذا الرجل الصماط رئيس المجلس السياسي، ما يعرف بالمجلس السياسي للميليشيات، هو قتل بغارة جوية، وهؤلاء لا يعرفون شيء ولم يكونوا قريب من هذا الحدث وما حدث، وليس لهم أي صلة. إنها جريمة بشعة بحق الإنسانية وبحق المواطن اليمني. نعم، بالإضافة إلى المواطنين الثمانية، كان هنالك طفل من الذين ارتكبت في حقهم هذه الجريمة. كيف يمكن أن ترسخ مثل هذه الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، انتهاك ومزيد من الانتهاك للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وحقوق الطفل أيضا؟ ومن متى كانت ميليشيات الحوثي يعني تعمل أي اعتبار لسواء طفل أو صغير أو امرأة؟ لقد تم اغتصاب مجموعة من النساء اليمنيات، وخرجنا بعضهن في أمام الملا وتكلمنا في لقاءات صحفية، وخرجنا أمام منظمات وتكلمنا عما يعني يرتكب. بل أن من يقود هذه العصابة الإيرانية والاغتصابات تصنف من قبل مجلس الأمن بأنه أحد المطلوبين، ويعني مطلوبين للعدالة الدولية. هذه الميليشيات يعني اقترفت بحق اليمنيين، وهذا الطفل ليس هو الوحيد الآن، لكن المنظر الذي ظهر به الطفل وبذلك الخوف والقلق والجند من خلفه يعني يمسكونه ويدفعونه دفعا، يعني كان موقف يعني يبكي أي إنسان عنده ذرة يعني من إحساس ومشاعر. هذه الميليشيات ترسل كل يوم يعني مئات الأطفال إلى جبهات القتال ويعودون يعني في صناديق ميتين. هذه الميليشيات لا تعرف حقا للطفولة ولا حقا للمرأة. هذه الميليشيات يعني اليمنيون كان عندهم أعراف، كان عندهم يعني احترام وتقدير للطفولة للمرأة، عادات وتقاليد، ويعني شيء هذه الميليشيات أنكرت كل القيم الدينية والقيم والعادات والتقاليد والأعراف اليمنية، وبالتالي لابد من اكتساح هذه الميليشيات والقضاء عليها عسكريا حتى لا يعني ينتشر وباؤها الآن الذي يكرس عبر تغيير المناهج. هي أن تغير المناهج لتغسل أدمغة الأطفال من سن السادسة فما فوق، وهذا هو الأخطر على اليمنيين. هذه الإعدامات الأخيرة أثارت إدانات عربية ودولية حقوقية كثيرة، لكن لم تخرج بأي قرار يتعلق بوضع حد للانتهاكات التي تشهدها أو يشهدها اليمن لحقوق الإنسان. ما المطلوب من المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم؟
المطلوب هو ما رأيناه وسمعناه من إدانات دولية، هذه خطوة طيبة لأنه ستلاحق هذه الميليشيات، ستلاحق قضائيا محليا، ستلاحق عربيا، ستلاحق دوليا. لا يستطيع واحد من هؤلاء القيادات أن يتحرك وأن يخرج من داخل المناطق التي يسيطرون عليها داخل اليمن، يعني هم يسيطرون على ما نسبته 20 أو 25% من مساحة اليمن، لا يستطيع أن يخرج سيدهم من داخل الكهف أو ينتقل إلى العاصمة صنعاء، فما بالك أن ينتقل إلى أي مدينة أخرى داخل يعني في إطار الحكومة الشرعية، أو أن يفكر بالسفر إلى خارج. فهذه الإدانات هي إدانات يعني هي أقل ما يقال، هي إدانات تعري هذه الميليشيات، تصنف هذه الميليشيات بأنها ميليشيات إرهابية، ميليشيات تنتهك حقوق الطفولة، تنتهك حقوق المرأة، ميليشيات تقتل الناس علانية وتصور عبر الإعلام ووسائلها المختلفة، وهذا بحد ذاته يعتبر إنجاز كبير وخطوة جيدة من قبل المنظمات العربية والدولية على رأسهم البرلمان العربي، واشنطن، الأمم المتحدة، هنا كثير من المنظمات والدول أدانت هذه الجريمة البشعة، وهذا يعتبر خطوة طيبة في ملاحقة هؤلاء دوليا. شكرا جزيلا لكم رئيس مركز يني يمن صالح الجبري، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.